مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رسائل سينما. فيلمنا لهذا اليوم يحكي قصة الصراع بين الحياة والموت، ويروي مأساة الفلسطيني الساعي للعيش بكرامة على أرضه، عرس الجليل للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي، والمنتج عام 1987 جاء ليلقي الضوء على جانب مهم من جوانب الشخصية الفلسطينية، من واقع الحياة الاجتماعية بعاداتها وتقاليدها إلى كيفية التعاطي مع الاحتلال الغاصب. عناوين متجددة لفيلم قديم نسبياً ما تزال السينما الفلسطينية تعالجها برؤى مختلفة باختلاف توجهات القائمين على هذا الفيلم أو ذاك. عرس الجليل نعرض لأبطاله ولمعلوماته الرئيسية في هذا التقرير. عرس الجليل هو أول فيلم روائي طويل للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي، الذي كتب السيناريو بنفسه وتولى إخراج الفيلم وإنتاجه أيضا. أدى دور المختار أبو عادل الممثل محمد علي العقيلي، فيما أدت دور زوجته الممثلة بشرى قرمان. أخذ الممثل مكرم خوري دور الحاكم العسكري الإسرائيلي، فيما أدى الممثل نزيه عاقلة دور العريس. وأخذت الممثلة الأرمنية أنا أشديا دور العروس. وقام وائل برغوتي بأداء دور الشاب زياد الذي كان ينوي القيام بعملية مسلحة ضد الجنود الإسرائيليين. حاز الفيلم جائزة النقاد الدولية في مهرجان كان السينمائي، كما نال جائزة الصدف الذهبية في مهرجان سان سيباستيان السينمائي عام 1987، بالإضافة إلى جائزة تاني دور في مهرجان قرطاج السينمائي عام 1988، فضلا عن جائزة جوزيف بلاتو. صدر الفيلم عام 1987 في دور العرض الفلسطينية والفرنسية والبلجيكية. عرس الجليل هو عرس عادل ابن مختار القرية، الذي يطلب تصريحا بإقامة العرس من السلطات العسكرية الإسرائيلية، والتي فرضت بدورها حظرا للتجوال في القرية. ولكي يقام العرس يفرض الحاكم العسكري شرطا على المختار. لنعرف هذا الشرط ونتعرف إلى تفاصيل العرس نتابع معا قصة الفيلم. أنا جيت أطلب تصريح لزواج ابني. عرس الجليل فيلم فلسطيني يبدأ بطلب مختار القرية أبو عادل من الحاكم العسكري الإسرائيلي أن يسمح له بإقامة عرس لتزويج ابنه عادل. ولأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت حظرا للتجوال ومنعت التجمعات في القرية، يشترط الحاكم العسكري على المختار أن يحضر وجنوده حفل الزفاف. هنا تبدأ نساء القرية بالتجهيز والتحضير للعرس، فيما يختلف الرجال حول وجود الحاكم العسكري بينهم أثناء الزفاف، فيسعى عدد من الشبان لاستغلال الفرصة والتخطيط للقضاء عليه أو اختطافه. يبدأ العرس ويأتي ضيوف الشرف، بينما يظهر شقيق أبو عادل رفضه لحضورهم. يعرض عرس الجليل عددا من العادات والتقاليد الفلسطينية المتبعة خلال الأعراس في ذلك الوقت. تتطور الأحداث خلال العرس، حيث يقوم صبيان بإطلاق حصان أصيل ينتهي به الأمر داخل حقل للألغام، ما يضطر المختار إلى طلب المساعدة من الحاكم وجنوده لإخراجه. كذلك يغمى على المجندة الإسرائيلية، فتأخذها النسوة وتهتم بها لتنشأ علاقة ود بين الطرفين، ويلبسنها العباءة الفلسطينية في مشاهد لا تخلو من إيحاءات سياسية. أما الحبكة الأساس فتتمثل في فشل العريس عادل بالاتصال الجنسي مع عروسه، حيث تتولد لديه ردة فعل حادة ضد أبيه ويحمله مسؤولية فشله. يختتم الفيلم بتدخل شقيق أبو عادل لإحباط خطة قتل الحاكم العسكري وبانتهاء العرس، دون أن يتعرض أحد من أهالي القرية أو جنود الاحتلال لأي أذى. إذن يدور هذا الفيلم حول حفلة عرس فلسطيني في قرية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. يصر الحاكم الإسرائيلي فيها على حضور العرس حتى يوافق على إقامته. يعرض الفيلم للجغرافيا الوطنية في الريف الفلسطيني، وفيه من السياسة والحياة الاجتماعية والأحلام النفسية والعلاقة بالأرض ما فيه. ويحمل هذا الفيلم من المعاني أكثر مما يحمله من الصور، فقد استطاع المخرج إيصال رسائله اللاذعة عن ممارسات المحتل وسياسة الاحتلال في قمع وترهيب الفلسطينيين، فهو إن سمح لهم مرة بممارسة حياتهم الطبيعية أو القيام بفعالياتهم الشعبية،
إنما هو من باب المنة والتفضل، وإلا فإن الحياة ضيقة أمام من يقاوم لاسترجاع أرضه. ورغم ذلك مشاهدين الكرام، لا نعدم ملامح عزة النفس والكرامة بادية على وجه الفلسطيني الرافض لحالة اليأس والاستسلام. لنشاهد معا. أنا جيت أطلب تصريح لزواج ابني. زوجه متى تريد؟ كيف كما تريد؟ فارضين علينا منع التجول وممنوع التجمع، وجيشكم بحوص بالقرية برعب أطفالنا وحريمنا. أنت من الكرة المتطرفة التي لا تعرف كيف ترد الجميل الذي نؤمله بكم. هذه القوانين سوف تبقى لكي نعلمكم درس. جيتك ليوم واحد ترفع عنا القوانين لجوز ابني. العرس بالإمكان تأجيله، فالقرية يوجد بها مشاغبون كثيرون، أنت تعرف دم سال قبل 4 أشهر. يجب علينا الحفاظ على الأمن إذا تجمعت الناس، يجب علينا الحفاظ على النظام في البلد. أنا أقسمت يمين تجاه القرية ورجال القرية إن أجوز ابني خلال هالشهر ولو بكلفني حياتي. أتريد أن أتسامح مع أهل بلدك وأنتم آخر الناس من رمى الخجارة علينا؟ أتريد أن يسكت قتلى جدد؟ لا، من المستحيل. يجب أن نعلمكم درس باحترام إرادتنا. طبعا يعود الحاكم العسكري ويطلب من مختار القرية أن يحضر حفل الزفاف شرطا للسماح به، ويقبل المختار الشرط، فهو يسعى في النهاية للنتيجة وهي إقامة العرس. لكن هل يرضى أهل قريته بذلك؟ هنا تبدأ أزمة الفيلم السياسية، فتظهر أمامنا شخصيات انفعالية ونحس بأن هناك مشكلة في العلاقة ما بين الفرد والمجتمع. ينقسم أهل القرية بين مؤيد لحضور الحاكم العسكري مراسم الزفاف وبين معارض لحضوره، ولكل أسبابه ومبرراته. لنشاهد ونستمع. هاي الحكي اللي بسمعه في البلد انه عرس ابن اخوي بده يصير تحت حراس جيش الدفاع الاسرائيلي، هاي هاني قوميه ومش ممكن نوافق عليها ولا نمشي بهذا الطريق. اسمعوا يا جماعه شوي استري. طمني يا اخوي، قل لي الحقيقه. كلكم مدعوين عندي لعرس ابن عادل اللي يصير عرس من أجمل العراس اللي الغرب والشرق يتباهوا فيه. كل هالحكي منيح أبو عادل، بس شو اللي بدنا ندفعه بهالظروف هاي؟ كان زمان تركيا العرب مكروهين من الترك، والأبيجيت عربيك عرب الشيك يعني حمار. كان يقولونا اسكت يابا، فكنا من تركيا تبعتك هاي، تركيا وبلوط. كل الحكي مليح أبو عادل، لكن شو الثمن اللي بدنا ندفعه بهالظروف هاي؟ يا هل ترى من المعقول نسكر بيوتنا أمام جماعة جايين يشاركونا فرحنا؟ ولو أعدائنا. الحاكم العسكري وضباطه طلبوا مني يحضر العرس، فأهلا وسهلا. لا أهلا ولا سهلا، علي بدي يجي على الحاكم العسكري. عمالكم يا شباب اسمعوا، استنوا شوي. كيف بدنا نقبله وقوانين منع التجول والتجمع تمنعنا ننزل على أرضنا لجاني محاصيلنا؟ كيف نقبله ودم شهدائنا لم يجف بعد؟ قسما بأجدادي وبارضي ما هو أحضر لك عرس بعد اليوم. دور الحكي
علي لو بيت عمين جبتن لك أفتتني جد ما هاي بيتك كريم عطيني طبق زبيب يلا نشم من هون روح شوف إما شو الطبق أي هاني إلا ولا بلدنا لا أفراح من دون كرامي ولا كرامي بوجود الجيش فوق روسنا إذن لا وجود لأفراح ولا كرامة الموجود الوحيد هو جيش الاحتلال خطاب سياسي قوي وحاضر يتركنا ونحن نتساءل عن أي من الرأيين هو الأصوب والأسلم وما بين المثالية برفض وجود الاحتلال والواقعية بقبوله حتى يتم العرس ينتصر مخرج الفيلم للرأي الواقعي ويجبر العم خميس مرغما على حضور الحفل مع الحاكم العسكري فلماذا خرج الفيلم بهذا الحل؟ في الحقيقة مشاهدين الكرام أراد المخرج أن ينفض غبار العناد وصلابة الرأي المترسخة بالشخصية الفلسطينية والعربية عموما أراد أن يخرج بفكر جديد فكر ذي صبغة أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات فلا يموت الناطور ولا يفنى الغنم كيف رد العم خميس على بعض الشباب المتحمس الذي خطط للهجوم على الحاكم العسكري نشاهد معا لازم نحط الكلسات عوجونا قبل ما نطلع العرس لازم نسرع قبل ما الجيش يحتل العرس هي قربنا نخلص بس مش لازم ولا ضابط يهرب من بين ايدينا لا افراح بدون كرامه وهي احنا حاملين كرامتنا شو اللي بيدك شو بتساوي هون حط كل شيء على الارض عم خميس هي عمليه لاسترجاع كرامتنا اي كرامه هاي اما اولاد صحيح بدكم تعملوا عزا؟ احنا بدنا نهاجم بس الاسرائيليه اي اسرائيليه؟ فكرتوا بنتيجه عملكم هاد؟ كم قتيل رايح يسقط من جانبنا؟ زياد حط اللي بيدك اما اولاد صحيح طعوا برا امشي يلا ولا اسا بحرقكم من هون ورايح تشتغلوا بسلامه الناس سلامه قريتنا واهلنا فوق كل شيء يلا انت وياه برا أنا مش ضد إنهم ينسفوا الحاكم وضباطه لكن النتائج لازم تكون محسوبة الله يسامحك أخوي أبو عادل تنا روح أشوف شو صار فيه